السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. انا النهارده جاي اكلمك عن موضوع مهم جدا جدا. لو انت بتفكر في السفر لتركيا، سواء كنت بتفكر للسفر لتركيا كاقامه او معيشه، او بتفكر للسفر لتركيا كسياحه، انا هتكلم عن بعض النقط اللي هي تعتبر عيوب او حقائق صادمه عن المعيشه في تركيا. وانا مش عايزك تتخض وتخاف وتقول ده جاي يقول لنا تركيا وحشه، ولا لا خالص، بس في نقط لازم تعرفها عن تركيا قبل ما تفكر في السفر لتركيا، سواء كنت رايح سياحه او رايح للاقامه والشغل. اول حاجه هي اللغه التركيه. اللغه التركيه تعتبر عائق كبير جدا امام ناس كثيره وهي مسافره تركيا، وانا كنت واحد من الناس دي لما بدات السفر لتركيا من حوالي 7 سنين. اللغة التركية لغة صعبة، ومش كتير مننا أو تقريبا معظمنا ما يعرفش حاجة عن اللغة التركية، والأتراك للأسف ما بيتكلموش غير اللغة التركية، وصعب تلاقي حد بيتكلم لغة إنجليزية أو عربية في الشارع. أنت لو رايح طبعا كسائح هتتعذب عشان تفهم معلومة منهم، يا إما هتستخدم جوجل ترانسليت، يا إما هتحاول تتكلم مكسر أو على حسب بقى ما ربنا يكرمك. طبعا لو رايح تتفكر، لو أنت رايح عشان تشتغل وتعيش في تركيا، فعلى الأقل لازم تعرف تفك الخط باللغة التركية، وده هتطلب منك دراسة ما لا يقل عن 6 شهور، فأنت لازم تعرف إن اللغة التركية دي مهمة جدا قبل ما تسافر لتركيا. تاني حاجة، المرتبات في تركيا. المرتبات في تركيا تعتبر متدنية جدا جدا بالنسبة للأجانب اللي هم غير أتراك. طبعا مع ارتفاع أسعار الدولار عالميا ومع الأزمات الاقتصادية بقت المرتبات قليلة جدا، خصوصا برضو ان تركيا حصل ليها هجرة كبيرة جدا ولجوء من بعض الدول العربية وعلى رأسهم سوريا والعراق وطبعا وافغانستان، فالعدد الكبير من اللاجئين ده في تركيا خلى ان العمالة اللي هي بتشتغل باليومية متوفرة كتيرة جدا. وانت طبعا ما تفكرش انك هتروح هناك تشتغل كمهندس او دكتور او صيدلي او محاسب، لان تركيا 85 مليون نسمة، الأتراك يعني عندهم في كل المجالات ملايين، وهم متفوقين عننا كتير جدا وعندهم كليات في جميع المجالات. الأتراك نفسهم بيحاولوا ان هم يهاجروا للدول الأوروبية زي فرنسا وألمانيا وهولندا عشان يلاقوا فرص شغل أحسن وحياة أحسن. فأنت ما تفكرش انك هتروح تعيش في تركيا وتشتغل وتاخد المرتبات الخيالية اللي انت ممكن تتوقعها. فلازم تعرف ان المرتبات في تركيا متدنية جدا مقارنة بالنفقات في تركيا. تركيا ما بقتش زي زمان، تركيا بقت غالية والأسعار فيها بقت غالية. ثالث حاجة وهي العنصرية. العنصرية من الحاجات الوحشة جدا جدا في تركيا، وأنا مش بقول إشاعات عن تركيا، أكيد كلنا بنسمع عن العنصرية اللي بتحصل ما بين الأتراك والعرب، خصوصا الفترة الأخيرة والسنين الأخيرة زادت جدا العنصرية مع العرب، وده طبعا واضح نتيجة لزيادة الهجرة وإن البلد بقت زحمة وإن هم شايفين إن هم بياخدوا حقهم في الحياة وإن هم بيزحموهم في أكل عيشهم وحاجات كتيرة جدا يعني، خصوصا إن الأتراك مش من الشعب المتحضر قوي والمثقف قوي يعني، هم متعلمين بس الأجيال القديمة برضه عندها النزعة الإيه، ما بيحبوش غير بعض يعني، فاهم؟ فأنت هتلاقي عنصرية بشكل ما في تركيا، سواء أنت رايح برضه للحياة الطويلة المعيشة في تركيا والإقامة أو رايح كسايح، فلازم برضو تبقى بتحترس منها، ما تتعاملش مع الأتراك أوفر يعني، ما تاخدش معاهم وتدي قوي، يا دوبك المعاملة هتبقى لو أنت بتسأل عن حاجة وخلاص. رابع حاجة طبعا وهي السرقة والنصب والاحتيال. السرقة والنصب والاحتيال من الحاجات المشهورة جدا في تركيا، وللأسف الشديد أن السرقة والنصب موجودة من العرب أكتر من الأتراك، يعني أنت كسائح عربي هتلاقي نصب وسرقة من العربي اللي زيك قبل التركي، وده طبعا نتيجة البطالة الكبيرة وإن العرب اللي سافروا هناك مش لاقيين شغل، وطبعا معظمهم بيلجأ للوسائل السهلة للحصول على المال، منها السرقة والنصب والاحتيال والشغل في الممنوعات وحاجات كتيرة جدا. أنت لو رايح كسائح مثلا هتلاقي نصب مثلا على شكل مثلا إيه، انت ماشي في شارع الاستقلال يقول لك تعالى تسهر سهره حلوه للصبح وبنات ودلع واخر روقان، ولو انت قاعد في فندق يقول لك اجيب لك بنات وتعالى ومش عارف ايه، وبشد رجلك وبتروح المكان يا معلم، وبيتعامل معاك الجلاشه وبيتسرق منك كل حاجه والبوليس ولا هيعمل لك اي حاجه. اما انت لو رايح كمقيم تعيش هناك، ممكن بقى لو معاك قرشين ولا حاجه وعايز تشغلهم، اي حد يقول لك تعالى وشغلهم لك ونشارك مش عارف نفتح مطعم نعمل شركه سياحه، وهوبا مش هتلاقي الراجل ده بعد كده. خامس حاجه وهي الزحمة. الزحمة في تركيا بقت حاجة بشعة، خصوصا في المدن الكبرى وعلى رأسها اسطنبول.
الزحمه موجوده في تركيا دلوقتي طول السنه، مش في السيزون السياحه بس. يعني احنا كنا بنقول الزحمه موجوده في الصيف، لا هي بقت موجوده في طول السنه تقريبا. ليه؟ لان طبعا عدد الناس اللي هاجرت لتركيا كتير جدا، وعدد اللاجئين كتير جدا، والسياحه في تركيا ما شاء الله بتزيد مع الوقت. فالزحمه دي هتقسمك في حاجات كتيره. لو انت رايح كسايح، انت عشان تدخل مثلا متحف زي متحف ايا صوفيا اللي هو بقى مسجد دلوقتي وبلاش، ممكن تقف طابور بالثلاث اربع ساعات. لو داخل مثلا برج جلاطة تاور ممكن تقف طابور بالساعتين ثلاثه. لو عايز تدخل مثلا تركبي بلس، يعني بص اليوم بتاعك هيضيع في الزحمه بصراحه، وده عن تجربه شخصيه. انا بروح تركيا من 2015، بصراحه الزحمه بقت مقرفه جدا خصوصا في اسطنبول. سادس حاجه هنتكلم عنها وهي بقى النفقات اليوميه بتاعتك كسايح او كمقيم، اللي هي الاكل والمواصلات والسكن. لو اتكلمنا عن الاكل، من 7 سنين انا كنت باكل السندوتش الشاورما مع البطاطس المحمره مع الحاجه الساقعه بحوالي 12 ليره تركي، والليره ساعتها كانت ب 3 جنيه مصري، يعني كنت باكل الاكله دي بحوالي 35 جنيه وكنت بشبع. دلوقتي السندوتش لوحده بدون اللي انا قلت عليه ده بيتكلف حوالي 35 ليره تركي، وعشان تاخد معاه شويه بطاطس محمره مع شويه مع حاجه ساقعه هتتكلف حوالي من 55 ل 60 ليره تركي. يعني انت بتتكلم في حوالي 120 ل 140 جنيه مصري، لان الليره دلوقتي بحوالي جنيه ونص. فانت بتتكلم في ارتفاع رهيب في الاسعار، وطبعا ده بسبب التضخم والازمه الاقتصاديه. لو اتكلمنا ان انت مثلا كواحد رايح تعيش في تركيا، هتتكلف قد ايه اكل فطار وغدا وعشاء؟ قول فطار وغدا بس. فطبعا الافضل ليك انك تجيب اكل من الهايبر ماركت وتطبخ في البيت. اما لو رايح كسياحه، فحاول انك ما تاكلش في المطاعم اللي هي موجوده في الاماكن السياحيه او اللي هي مشهوره قوي، لان هتبقى غاليه جدا. تاني حاجه معانا المواصلات. المواصلات في تركيا كانت من 4 5 سنين الركوبه الواحده كانت بحوالي ليره ونص ولا حاجه. دلوقتي انت بتركب الركوبه الواحده المترو او الترام او الباص او العباره ب 8 ليره. 8 ليره يعني حوالي 10 او 12 جنيه مصري، وانت في اليوم هتستخدم مثلا مواصلات 4 5 مرات، فانت بتتكلم مثلا بحوالي 70 80 جنيه مصري في اليوم مواصلات عامه. وطبعا مش كل الناس هتقدر تمشي لان يعني في اماكن بعيده، فبرضه تعمل بادجت للمواصلات. السكن في تركيا للاسف برضه بقى غالي، ومش اي مكان هتلاقيه هيعجبك. فانت عشان تلاقي مكان يعجبك في وسط البلد اللي هو قريب من كل حاجه ونظيف، هتتكلم مثلا لو هوستل بتتكلم في حوالي 18 ل 20 دولار. الاول مثلا كان ب 10 دولار. الفندق السنجل، الاوضه السنجل بالفطار بتتكلم في حوالي 40 دولار، تمام؟ زمان كانت بحوالي 20 دولار، فانت بتتكلم في ارتفاع الضعف تقريبا في السكن. كل الحاجات دي من الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها قبل ما تسافر لتركيا. واوعى تفكر ان الشغل في تركيا هيخليك الراجل متريش اللي انت بقى ترجع ايه زي همام في امستردام. تركيا من الدول اللي هي اقتصادها بيمر بظروف صعبه جدا جدا، تعداد سكانهم 85 مليون نسمه. لك ان تتخيل ان هم عندهم ناس بتهاجر لاوروبا سعيا ورا الرزق. فانت هتبقى وسطهم بتعمل ايه في تركيا؟ تركيا المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها كلاجئ او كمهاجر هي الورش، المصانع، المطاعم، الفنادق، ده لو لقيت. ولازم يكون معاك لغه، ولازم تتنازل عن حاجات كتيره جدا. تالت حاجه ان الاقامه في تركيا بقت صعبه جدا جدا خصوصا في اسطنبول، لان دلوقتي طبعا المعارضه بتهاجم الحزب الحاكم، والمشاكل السياسيه مع الاقتصاديه خلت ان المفرمه دي تؤدي لحاجات كتيره جدا. انا مش بكرهك في تركيا، انا بقول لك تركيا ما زالت الدوله الجميله للسياحه. انت لو رايح سياحه في تركيا فانت هتستمتع جدا، وزي ما قلت قبل كده في فيديوهات كتير ليا امتى اجمل وقت تسافر فيه تركيا وازاي تسافر تركيا وتقعد فين في تركيا. انا اتكلمت عن تركيا في فيديوهات كتيره جدا، والفتره الجايه ان شاء الله هتكلم عن فيديوهات كتيره في تركيا في اماكن جديده انا زرتها. ان شاء الله هلم لكم تركيا كلها، الشمال التركي هنتكلم عليه كله، وهنروح فين ونقضي وقت جميل فيه ازاي، والجنوب التركي. يعني تابعوا فيديوهاتنا وان شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو الفيديو ده عجبك وافادك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتاكد تماما ان اللايك بتاعتك دي بتدعمنا جدا جدا، وانا بشكر كل الناس اللي بتدعمنا فعلا باللايك. ولو انت من الابطال ومستمر معايا للنهايه انا بشكرك شكر خاص ليك. مع السلامه شباب.